إجابة. ما زلنا مع باب الصبر، والمصنف رحمة الله عليه يسرد الأحاديث المتعلقة بهذا الباب العظيم، ومن فقه المصنف رحمة الله عليه انتقاؤه للأحاديث التي يمثل كل حديث موضوع من موضوعات الصبر، وهذا من فقه رحمة الله عليه ورضي عنه. ولذلك نجد لما ذكر الآيات القرآنية وأتى بمسألة حكم الصبر وكون الصبر ضياء، يذكر أحاديث يسوقها على موضوع من الموضوعات التي ينبغي أن يكون مقام الصبر شاهدا في قلب الإنسان وفي واقعه وعمله. نكمل الآن القراءة، تفضل يا شيخ محمد. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقالت: اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه. فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم. فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك. فقال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: تبكي على صبي لها. نعم، هذه امرأة مات لها صبي تحبه حبا عظيما، وهذا أمر متقرر، فالأولاد هم فلذة الأكباد وثمرة الفؤاد، ولذلك مات وهو صغير. ولا يخفاكم كيف أن الطفل إذا مات وهو صغير كيف يكون وقع موته على الوالدين، يكون شديدا. فمر النبي عليه الصلاة والسلام وإذا بهذه المرأة تبكي عند هذا القبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. وقوله عليه الصلاة والسلام اتق الله دليل على أنها ارتكبت مخالفة، وهي كونها زارت المقبرة، وكونها أيضا يعني بكت بكاء شديدا، بحيث أن هذا البكاء مصحوب بالجزع فيما يظهر. ثم أمرها بالصبر، فقالت: إليك عني، يعني اتركني، مثل ما يقولون بالعامية، اتركني أو خليني. لماذا؟ لأن ما عرفت أنه النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يشير إلى أن الصدمة التي كانت عندها والحال والجزع الذي هي فيه جعلها لا تفرق حتى بين الأصوات، مع أنها صحابية وتعرف النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ما عرفته في غمرة الحزن والجزع. فذهب عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل لها جاء، فقيل لها: هذا الذي كلمك هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فذهبت إليه معتذرة، فلم تجد عنده بوابين، يعني ما عنده حرس، فقالت: لم أعرفك، تعتذر. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا الحديث فيه جملة من المسائل والفوائد والأحكام، منها تواضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلقد كان يمر على المقابر ويزور المقابر ويتفقد أصحابه وأمته. وأيضا من تواضع النبي عليه الصلاة والسلام أنه لم يجعل هناك بوابين ولا حرس على بابه صلى الله عليه وسلم، وهو من هو؟ هو سيد الخلق وأفضل من خلق الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك كان متواضعا. وهذا لا يعني عدم جواز اتخاذ الحرس، لا، إنما الحال تبدلت لما بدأت الفتن، اتخذ معاوية الحرس رضي الله عنه واحتجب الخلفاء منذ ذلك الوقت، بينما في عهد أبي بكر وعمر وعثمان وشطر من عهد علي رضي الله عنه، بل غالب يعني زمن علي ما كان هناك حرس. لكن لما بدأت الفتن وبدأ الخوارج وبدأت اتخذ الخلفاء الحرس، وهذا أقوله من باب تقرير جواز المسألة. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع هذه المرأة بخلق حسن صلوات ربي وسلامه عليه، فقد دعاها إلى الصواب وقال لها اتق الله،
وكما ذكرت أنا قبل قليل، حيث إنها ارتكبت مخالفة الأولى أنها زارت المقابر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور ولعن زوارات القبور، والمسألة ليس فيها إجماع، مسألة فيها خلاف، لكن هذا هو الراجح، هذا هو الراجح. ولعل قائلا يقول لم ينكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام أن لم ينكر عليها زيارتها للمقبرة، الجواب في الحديث قال لها اتق الله، فقوله اتق الله تحتمل أيضا أنه أنكر عليها الزيارة. وأيضا يذكر بعض العلماء بأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن لا يجمع عليها يعني أمرين، كونها في حالة جزع وحزن شديد وهي في واقع الأمر لم تتحمل مثل هذا الأمر، وأيضا أن يذكرها بالأمر الثاني. ولأهل العلم أجوبة، قيل بأن هذا قبل النسخ، وقيل يعني بعد النسخ، وقيل من ذهب إلى الجواز يستدل بهذا، لكن الراجح بأن المرأة ممنوعة من زيارة المقابر. الأمر الثاني أنه المسلم يعتذر، فهذه المرأة في واقع الأمر اعتذرت للنبي عليه الصلاة والسلام من الخطأ الذي صدر منها، وهذا خلق ينبغي أن يتحلى به المؤمن، والاعتذار خلق لا يحسنه إلا أصحاب القلوب الطيبة والصدور السليمة والذين يثقون من أنفسهم، واثقون من أنفسهم هم الذين يعتذرون إذا زلوا وأخطأوا في حق الآخرين. الأمر الآخر وهو أهم مسألة في هذا الحديث وهو الشاهد، أن الصبر يكون عند الصدمة الأولى، كل شيء يبدأ صغير فيكبر إلا المصيبة، تبدأ كبيرة فتصغر. ولذلك المحك الحقيقي في مسألة الصبر هو عند بداية المصيبة، عند بداية المصيبة، ولذلك سماها النبي عليه الصلاة والسلام صدمة، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصدمة الأولى لما يحصل مصيبة، فدائما المصيبة تأتي كبيرة ومع مرور الوقت تضعف، هذا مجرب. فلما يأتيك خبر وفاة أعزنا إنسان لديك سيكون وقع على نفسك كبير، ثم مع الأيام ينسى. ولذلك قال العلماء بالنسبة للصبر عند الصدمة الأولى هو الذي يكون بعد 3 أيام عند الأحمق، اللي يستعجل ويجزع في أول الأمر، لكن بعد 3 أيام يكون عنده رضا ونسيان. فهكذا المسلم يجب عليه أن يصبر. ولذلك أهم شيء حينما تأتيه المصيبة يقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ويحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الصبر الحقيقي عند الصدمة الأولى. أما أن الإنسان يقول بعد 2 3 أيام يقول أنا صبرت، لا، لأن أصلا المصيبة تضمر وتضعف وتبدأ بلضم حلال، فما في داعي إنه يقول والله الآن بدأ تصل، لأن الله عز وجل رزق الإنسان النسيان، رزق الإنسان النسيان. ولذلك من المهم جدا أن الإنسان ينتبه لنفسه ويكون مستعد للمفاجآت في حياته، فالدنيا هذه دار أعراض ودار أمراض ودار مفاجآت وفصول محزنة وحوادث ليست بالحسبان تأتيك، ولأجل هذا يجب على الإنسان أن يكون لديه استعداد لأي مفاجأة، وأن يتجلد بالصبر، يتدرع بالرضا، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأهوال جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء، إلى آخر ما قال الشافعي رحمه الله تعالى وغفر له. المسألة الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليها البكاء، فالبكاء كما قررنا سابقا مشروع لكن باعتدال، وإنما أنكر عليها الجزع، أنكر عليها الجزع. مسألة أيضا نختم فيها وهي ما يتعلق بالعذر بالجهل، النبي عليه الصلاة والسلام لم يرتب عليها أحكام فيما تعلق بردها عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما اعتذر لها وعفى عنها وصفح عنها صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا أنا ذكرت، لكن ممكن أيضا يجب على
على الناس أن يتحملوا أصحاب المصائب. أحيانا تصدر من صاحب المصيبة أو المشكلة اللي عنده، تصدر من عذبة لسانه لفظة في وقت جزع وضجر وهجر، يقول كلمة فيها هجر في القول، ها، فيتحمل الإنسان الآخرين ويصبر على مثل هذه الأذية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. رواه البخاري. نعم، هذا نوع آخر من أنواع الصبر، وهو فقد الأحبة. فقد الأحبة عبر عنه بقوله صفيه، الصفي الذي اصطفيته من أرحامك وأقاربك وأهلك، لأن الأقارب والأرحام ليسوا سواء في مسألة درجات المحبة. ولذلك مثلا قد يكون بعض الناس يحب والده أكثر من أمه، وبعضهم يحب أمه أكثر من والده، وبعضهم يحب أخاه مثلا. ومحبة الأولاد، محبة العم والخال، العمة والخالة، يتخذهم أصفياء. ولذلك بعض الناس عنده تعلق بشخص من أقاربه، حيث إن الله تعالى رزقه محبة هذا الإنسان، فلذلك تجد بأن هذا الإنسان أخذ بشغاف قلبه المحبة والمودة، فيبتليه الله عز وجل، يبتليه بفقد مثلا ابنه أو بنته، يبتليه بفقد والده أو والدته مثلا، عمه أو خالة، عمته أو خالته مثلا، يبتلي بفقد زوجته اللي أحبها مثلا، يبتليها بفقد زوجها مثلا، أو أخوانه أو صديق. يعني بعض الناس عنده أصدقاء يعادلون في المحبة من ولدتهم أمهاتهم، ها، من ولدتهم أمهاتهم. ولذلك الصديق الصادق هو من لم تلده أمك، بمعنى أنه أخ لك لكن لم تلده أمك، فيبتلي الله عز وجل هذا لفقد صفيه. فقد المعلم الشيخ مثلا اللي أحببته ويعني تتلمذت على يديه ودرست على يديه أو أخذت عنه، هذا هو الصفي. يعني بمعنى أنه ليس مقصورا على الابن الذي هو فلذة الكبد، لا، وإنما كل من صافيته واصطفيته وانتخبته واخترته من بين الخلق. يقول الله تعالى، هذا حديث قدسي، هذا حديث من الأحاديث القدسية التي جاءت في الصحيح: ما لعبدي المؤمن، ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر. هذا الحديث حقيقة أولا حديث قدسي، والأحاديث القدسية الواردة في دواوين السنة على ثلاثة أقسام: أحاديث صحيحة وهي قليلة محصورة، اجتهد كثير من أهل العلم في تتبع أسانيدها و يعني دراستها، وهناك دراسات معاصرة أكاديمية أيضا جيدة. النوع الثاني أحاديث ضعيفة وهي كثيرة في الواقع، وهناك أحاديث موضوعة وهي الأكثر المختلق، وهذه يعني تتردد على ألسنة كثير من أهل الخرافة الذين يعني يعتنون بمثل هذا ويذهبون بعيدا، يغردون عن يعني الأصلين من الوحيين الشريفين، ويختلقون مثل هذه الأشياء ويخلطون الأمور، حتى أنهم يأتون بقصص من نسج الخيال ثم يضيفونها على أنها من الأحاديث القدسية، أو أخبار إسرائيلية مثلا، حديث عن بني إسرائيل يجعلونها من الأحاديث القدسية. ولذلك المسلم مطالب بأنه يتثبت في هذا. الأمر الثاني سعة فضل الله عز وجل وعظيم رحمته بعباده، حيث إن الله عز وجل يدعو العبد إلى العمل اليسير ويثيب على ذلك الأجر الكبير، وهذا فضل الله الذي خزائنه ملأ سبحانه وتعالى. الأمر المسألة الأخرى فضل الصبر على فقد الحبيب، على فقد القريب والحبيب، فإن وقع فقد الحبيب صعب على النفس ومؤلم ومؤلم، لكن يذوب هذا الألم مع حلاوة الصبر واحتساب الأجر
ولذلك المتقرر عند كل ذي عينين وعند كل من لدي أدنى مسكة عقل أن الذي يقبضه الله لن يعود. كل من قبضه الله من الناس من خلقه لن يعود. ولذلك العاقل الفطن الحكيم والذي لا يجمع على نفسه مصيبتين، مصيبة فقد هذا الحبيب ومصيبة ماذا؟ فوات الأجر. ولأجل هذا جاء القيد هنا، إذا احتسبه، فإذا فقد الإنسان حبيبا، فقد ابنه بنته أو مثلا أحد والديه، أحد أقرباء، أحد أصدقاء، أحد مشايخ، يحتسبه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، كما هي طريقة أهل الصبر. قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وإذا ربنا جل وعلا رأى منك الصبر واحتسبته عنده عوضك الجنة، فتلتقي به في جنة عالية قطوفها دانية. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلده صابرا محتسبا يعلم ألا أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد. رواه البخاري. نعم، هذا نوع آخر الآن من أنواع الصبر، وهو الصبر على الأمراض والأوبئة المهلكة، الصبر على الأمراض والأوبئة المهلكة. وسيأتي ذكر الأمراض التي يتعرض لها أفراد المسلمين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قالت بأنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون، فأخبرها أنه كان عذابا يبعثه الله تعالى على من يشاء، فجعله الله تعالى رحمة للمؤمنين. الله أكبر، جعله الله رحمة للمؤمنين، فليس من عبد يقع في الطاعون فيمكث في بلدي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيب إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشهيد. الحديث هذا تحته مجموعة مسائل. أولا فقه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث إنها كانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل هامة وتنقلها للأمة، فهي حبيبة رسول الله، الصديقة بنت الصديق، الفقيهة، المحدثة، المفسرة، النسابة رضي الله عنها وأرضاها. الأمر الثاني أن الطاعون هو وباء في واقع الأمر، كان معروفا في الأزمنة السابقة، وقيل بأن الطاعون هو مرض معين معروف عند الناس قديما، وإذا وقع الطاعون في بلد فقل من ينجو. ولذلك البلاد التي تجتاحها الطواعين أو الطاعون، يجتاحها الطاعون، لا يبقى فيها عين تطرف، وإنما يجعل الناس أثر بعد عين، صلى الله العافية. وهذا الطاعون سلطه الله تعالى على الأمم السابقة، حيث إن الله تعالى أنزل رجسه وبأسه وعذابه على قوم كفروا بالله عز وجل وعاندوا رسله وناكفوهم، فأرسل عليهم الطاعون فيهلكهم، كما أن الله تعالى أهلكهم بأنواع العقوبات وأنزل فيهم المثلات. الأمر الآخر فضل الله عز وجل وكرمه، حيث إنه جعل هذا الطاعون الذي كان عذابا على الأمم السابقة رحمة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا فضل الله عز وجل، ولذلك من يموت في الطاعون فهو شهيد، من يموت في الطاعون فهو شهيد. من أهل العلم من ذهب إلى أن الطاعون هو جنس مرض مهلك في العادة، يعني ليس هو مرض معين، لا، هو جنس مرض، وهذا المرض هو يعني يأتي فيهلك أغلب أهل البلد، سواء يسمى طاعون، يسمى مثلا كوليرا، يسمى مثلا
شيء من الأمراض مثل الوباء الذي نحن فيه الآن. يعني من أهل العلم الآن من يقول بأن وباء كورونا الآن، هذا الكوفيد اللي هو الموجود الآن، يقول بأن هذا أيضا وباء عام، ولذلك فيه هلكة وقتلى كثر في كثير من البلدان. وهذا الذي يظهر بأن الطاعون ليس اسم مرض معين بذاته، وإنما هو اسم جنس مرض صفته إهلاك أكبر عدد ممكن يمر عليه هذا الوباء وهذا الطاعون. الأمر الآخر أن الطاعون شهادة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام سأل قال ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال إذن شهداء أمتي قليل. ثم ذكر من جملة ما ذكر عليه الصلاة والسلام، وإن كان في حديث آخر، أن الطاعون شهادة، من يموت بالطاعون شهادة. ولذلك كان جمع من الصحابة ماتوا في طاعون عمواس، ومن أشهرهم معاذ بن جبل، ومن أشهرهم أيضا أبو عبيدة عامر بن الجراح، وجمع من الصحابة الكرام ماتوا في طاعون عمواس رضي الله عنهم وارضاهم. وقد كان معاذ بن جبل لما ظهر الطاعون أول ما ظهر في كف يده فرح بها. لماذا؟ لأن يريد الشهادة، أن يموت شهيدا في سبيل الله. الأمر الآخر، هذا الحديث يشير إلى أن من مات في الطاعون محتسبا وأيضا ماكثا في مكانه هو الذي ينال الأجر. أما من فر من البلد الذي وقع فيه الطاعون، فالذي يظهر من سياق الحديث أنه لا ينال أجر الشهادة. لماذا؟ لأن الطاعون وباء معدي، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم الطاعون في بلد فلا تدخلوا إليه، وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منه. وهذا ما يسمى عند المعاصرين بالنسبة للجانب الصحي والطبي أنه ما يسمى بالحجر الصحي. حجر الصحي أنه كنت في بلد تبقى محتسبا الأجر ولا تخرج، لأن خروجك سيتسبب في نقل العدوى وتحتسب الأجر أيضا. أما إذا جزع الإنسان أو مثلا قال الهجر وما رضي عن ربه جل وعلا فلا ينال الشهادة، لا ينال الشهادة. ولذلك قال فيمكث في بلدي صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له، إلا كان له مثل أجر الشهيد، مثل أجر الشهيد. وجاء في الحديث الآخر مصرحا أنها شهادة. ولذلك المسلم إذا ابتلي بمثل هذه الأمراض يبقى في بلده صابرا محتسبا، وأن يعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، أنه لن يصيبه إلا ما قدر الله له. ولذلك في طاعون عمواس نجا كثير من الناس، مر عليه المرض وما قبضت روح. ومثل الآن نحن ما في كورونا، كثير من الناس مر عليهم وباء كورونا والحمد لله ما ضرهم، ومن الناس من يعني ماتوا في وباء كورونا. نعم، طبعا هذا الحديث يشير إلى وجوب الصبر، الصبر على الأمراض العامة، صبر على الأمراض العامة. الآن وللأسف الشديد بعض الناس نسمع يعني يعيش حالة من الاضطراب والقلق، يقول نحن الآن ما ندري وش يصير لنا، نحن في وباء كورونا. وبعدين الأمور بيدك وأم بيد الله، ها؟ ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. يتصل بي واحد يقول أنا ما أطلع حتى من البيت، يقول أنا وأولادي وعيش حالة نفسية. سبحان الله، وين الإيمان؟ الله عز وجل يقول إن كل شيء خلقناه بقدر، يقول جل وعلا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. أنت مطالب أن تبذل السبب، تستعمل الوسيلة المباحة الشرعية والطبيعية، تضع الكمام، تلبس القفاز، تعقم يديك، تجتنب الاختلاط مثلا، يعني هذا المطالب منك. أنت تستعمل الأدوية، تأخذ التطعيمة، أما تحبس نفسك في بيتك ولا تخرج، هتدل على ضعف الإيمان، ضعف الإيمان. وحقيقي يراجع الإنسان إيمان إذا كان بمثل هذه الصورة. نعم، الله إليك. قال رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه، رواه البخاري. نعم، هذا الحديث أيضا ساقه المصنف رحمة الله عليه في الإشارة إلى وجوب الصبر إذا ابتلي الإنسان بأحد حواسه، وما في أفضل من حاسة البصر. حاسة البصر، وإن كان العلماء يقولون حاسة السمع أفضل، ولذلك جاء تقديمها في القرآن كثيرا إلا في موضع تقديما قدم البصر على السمع، ولذلك في باب المفاضلات يذكرون بأن السمع أفضل، والمتأمل يجد بأن هذا هو الواقع. ولذلك كثير ممن أخذ الله جل وعلا أعينهم وعوضهم الله عز وجل بالبصيرة، فكثير من الناس كف بصره لكن عوضه الله خير، لكن الذي يفقد سمعه هنا الإشكال، الذي يفقد سمعه هو الإشكال. ولما كانت العين هي التي يبصر بها الإنسان ويقرأ ويعني يستدل على الأماكن، وهي النور الذي يجعل يعني يسلك الإنسان فيها الطريق الصواب وغير ذلك، هنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول الله، هذا حديث قدسي: إذا ابتليت، من الابتلاء؟ عبدي بحبيبتي. حبيبتي هما المقصود العينين، وهما حبيبتان للإنسان، لأن يعني الإنسان مع وجود العين الباصرة يحقق منافع كثيرة، ولكن لله حكمة في ذلك. قال: فصبر عوضته منهما الجنة، عوضته منهما الجنة. فإذا صبر على هذه المصيبة واحتسب الأجر على هذه البلية عوضه الله جل وعلا الجنة، وهذا ينسحب على بقية الحواس والأعضاء، من فقد سمعه، من فقد أطرافه مثلا، وأهم شيء أن يحتسب الأجر. أما إذا ما احتسب الأجر وجزع مثلا أو تضجر أو اعترض على الله ولم يرضى على قدره مثلا، فلا ينال مثل هذا الأجر. وسبحان الله العظيم، يعني المشاهد أن من ابتلي بفقد البصر كيف أن الله تعالى يعوضه بصيرة، وما أخذ الله جل وعلا من عبد شيء إلا وأعطاه ما هو أفضل. ولذلك الله جل وعلا عطاياه أحيانا تأتي في صورة أخذ وحرمان، ولذلك يحرمك شيء فيعطيك أشياء، يأخذ منك شيء فيهبك ويمنحك أشياء، فلله الحكمة البالغة في ذلك، لا يسأل ربنا عما يفعل. نعم. سلام الله إليك. قال رحمه الله: وعن عطاء بن ربي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فادعو الله تعالى لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك. فقالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعو الله ألا أتكشف، فدعا لها. متفق عليه. أحسنت، بارك الله فيك. قال: وعن عطاء بن أبي رباح، وهذا أحد تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وعطاء من هو في الإمامة والفقه في الدين، وكان هو الذي يفتي في الحج رحمه الله تعالى بأمر معاوية أمير المؤمنين، ومناقبه كثيرة وفضائله عديدة. وعطاء رحمه الله تعالى ورضي عنه رفعه الله بالعلم، رفعه الله تعالى بالعلم، هو كان، هو طبعا كان مولى عبد أسود كالغراب، وكان قيل بأنه كان أعور العين، أشل اليد، كان مشلول اليد، كان أعرجا، لكن الله رفعه بالعلم، رفعه الله تعالى بالعلم. هكذا يفعل العلم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجة، والذين أوتوا العلم درجة. يقول: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء. إذا كانت امرأة سوداء، جارية سوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع، أصرع، تصاب بداء الصرع. وداء الصرع
مرض معروف لكنه على نوعين. نوع هو بسبب تشنجات وأمور تتعلق بالأعصاب عند الإنسان، وسبب والنوع الثاني هو في واقع الأمر بسبب الأرواح الخبيثة، مس الشيطان. ولذلك قال جل وعلا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فالصرع على نوعين: صرع عضوي، يعني عفوا طبيعي بسبب مرض عضوي متعلق بالأعصاب، وصرع لا بسبب الأرواح الخبيثة بسبب الشياطين. وإني أتكشف، يعني لما تصرع تنكشف عورتها، فادعو الله لي. تقول: يا رسول ادعو الله لي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شئت صبرت ولك الجنة، يعني إن شئت صبرت ولك، وإن شئت دعوت الله لك. إذا شئت أدعو الله لك يشفيك، أنا أدعو الله لك، لكن إن شئت تصبري، إن شئت صبرت ويكون لك الجنة. ها؟ فماذا قالت؟ قالت: أصبر يا رسول الله ولي الجنة، تريد الجنة. الله أكبر. ثم قالت: إني أتكشف، يعني هذا أمر سببه الصرع، فادعو الله ألا أتكشف، يعني إذا أصابني الصرع فدع الله لها، فدع الله لها. هذا الحديث أيضا تحته مسؤول مجموعة من الفوائد والمسائل والأحكام. أولا، حرص الصحابة على التعليم والتوجيه. فابن عباس يقول لتلميذه عطاء: ألا أريك امرأة من أهل الجنة، ويذكر له السبب. الأمر الثاني أن القاعدة الشرعية في مسألة الحكم على الآخرين بالجنة أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، فنشهد لهم بأعيانهم. أما من لم يشهد الله لهم بأعيانهم، أو من لم يشهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بأعيانهم، فلا نشهد لهم، لكن نرجو للمحسنين ونخاف على المسيئين. ولذلك نحن عقيدتنا بأننا نشهد بأن أهل التوحيد في الجنة، أهل الإيمان والتوحيد في الجنة، أهل الإسلام الذين ماتوا على التوحيد في الجنة، حتى ولو لقوا الله عز وجل وعندهم شيء من الذنوب والآثام التي لم يتوبوا منها، فنهايتهم الجنة. أما من عينهم الله عز وجل وعينهم النبي عليه الصلاة والسلام بوحي الله فنشهد لهم، منهم العشر المبشرين بالجنة، ومنهم هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء، ومنهم عكاشة بن محصن وثابت بن قيس بن شماس، ومنهم الحسنة والحسين سيدا شباب أهل الجنة، منهم خديجة، منهم عائشة، فاطمة، أمهات المؤمنين، زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث الوارد في السنن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عشرة في الجنة، إنما قالوا في مجلس واحد. قال عشرة في الجنة، ذكر هؤلاء العشرة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد وطلحة والزبير وأبو عبيدة وعبد الرحمن. أما في مواقف أخرى شهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال لعكاشة بن محصن، لثابت بن قيس، لهذه المرأة السوداء. ولذلك نحن عقيدتنا نشهد لمن شهد الله له ولمن شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة أو بالنار. وعلى التعيين نعم نشهد، وعلى العموم نشهد للمؤمنين بالجنة وللكافرين بالنار كما دلت نصوص القرآن والسنة. الأمر الثاني، المسألة الأخرى، أن الإنسان يبتلى في هذه الدنيا، والابتلاءات أنواع، ومن جملة الابتلاءات الصنع. والصرع كما ذكرت لكم إما يكون بسبب مرض عضوي تعلق بالأعصاب، وإما يكون بسبب تسلط الشياطين عليه. ولذلك الشيطان يتسلط على الإنسان فيصيبه بالمس أو يؤذيه. قال الله جل وعلا عن أيوب عليه السلام: رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، بنصب وعذاب. لذلك الشيطان هو عدو للإنسان، وقد توعد قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والله جل وعلا قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال جل وعلا: فتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ومن جملة أذية الشيطان أن يتسلط على الإنسان إذا استطاع، خاصة الذي
يكون عنده ضعف في الإيمان مثلا، أو ينتهز الشيطان فرصة فيها غفلة منه فيصرعه. الأمر الآخر فضيلة الصبر على الأمراض التي هي من أشد الأمراض وأفتكها، خاصة مسألة الصرع، فالصرع شعبة من الجنون، بل قد يكون يعني فيه الجنون، لأن الإنسان إذا صرع يتخبط ربما لا يسيطر على نفسه. فهذه المرأة رضي الله عنها ما استطاعت أن تسيطر على نفسها في مسألة الستر، فكانت تتكشف، ولذلك الذي يصرع يصاب بداء الصرع ربما يعني تظهر منه تصرفات يعني شديدة. ولذلك من صبر على مثل هذه الأدواء والأمراض واحتسب الأجر عوضه الله تعالى الجنة. أمر آخر ما يتعلق بمسألة الدعاء، التوسل بدعاء الصالحين. فالمرأة هذه سألت النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لها. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان حيا موجودا قادما على الدعاء، ولذلك دعا لها بأن يسترها الله ولا تتكشف. وهي اختارت ماذا؟ اختارت الصبر على البلوى هذه، لأن العوض الجنة، العوض الجنة. ولذلك الإنسان الفطن الكيس الذي فعلا يقدم الباقي على الفاني هو الذي يصبر صبرا كبيرا على الأدواء والأمراض لأجل أن ينال الجنة. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل من صبر على مثل هذه البلوى واحتسب الأجر فله الجنة. ومما يحز بالنفس ويقلق ويؤلم ما عليه أحوال كثير من المسلمين، وليس قليل، كثير من المسلمين، خاصة مع هذه الأمراض المتعلقة بالصرع والسحر وشيء، أنهم يسلكون المسالك الشركية والبدعية فيشترون النار بدل أن يحتسبوا لي أن يدخلوا الجنة، فيذهبوا إلى السحرة والكهان والعرافين والمشعبذين والمشعوذين والدجالين، وربما أمروهم بأن يفعلوا ما يغضب الذي على العرش استوى من ذبح الذبائح للجن، أو من عدم التسمية على الذبيحة، أو من تعليق الحجب والخيوط التمائم، شيء من هذا القبيل، نسأل الله العافية والسلام. ويقول لك والله أنا مبتلى، من ابتلي فليصبر، ومن أراد الدواء يسلك المسالك الشرعية. الله عز وجل ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء ودواء، علمه من علمه وجهله من جهل، علمه من علمه وجهله من جهل. المقصود بأن الإنسان يسلك المسلك الشرعي. الله عز وجل يقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يقول جل وعلا قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. يقول لرجل، يقول بأن كان عنده ابتلي بمثل هذا، أو ابتلي أحد أولاده بمثل هذا، فيقول ذهبت على، ويقول يعني أنا طال الوقت ومليت، يقول ذهبت إلى واحد من هؤلاء الكهان والدجالين والسحرة، فقل قال لي شوف ابنك يشفى بشرط واحد، جيب ذبيحة سوداء لا بياضة فيها، وإذا ذبحتها ما تقول بسم الله. يقول رحت سويت وبعدين انتبهت، شوف لا، يقول رحت سويت وبعدين انتبهت، نسأل الله العافية. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولذلك للأسف الشديد الآن بعض الناس يقول يا أخي أنا رقيت نفسي وأنا هذا، لكن ما 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 شفيت. أولا الشفاء بيد من؟ كل مبتلى الآن ومريض يشاهدني، الشفاء بيد من؟ بيدك ولا بيدك أو بيد الطبيب أو بيد الساحر أو بيد الراقي الشرعي؟ بيد من؟ بيد الله عز وجل، ليس بيدك ولا بيد الطبيب ولا بيد الراقي الشرعي ولا بيد الكاهن ولا الساحر ولا العراق. وإذا مرضت فهو يشفي، إذا مرضت فهو يشفي، هذه القاعدة. الأمر الثاني أين الصبر؟ أين الصبر على البلوى؟ أما الإنسان يقول والله أنا صابر، ويتبجح بعض الناس بهذا، هذا هو الاختبار الحقيقي، هذا هو الاختبار الحقيقي، هل صبرت أم لا؟ المسألة الأخرى ما يتعلق بقضية الوقت، الوقت الله عز وجل يبتلي عباده،
فمنهم من يعني يشفي يعني يعافيهم الله عز وجل بوقت قصير، ومنهم من يمد في البلوى حتى يعظم الأجر كما سيأتي معنا. أيوب عليه السلام بقي في البلاء 18 عاما، هو صابر محتسب، صابر محتسب. هذا هو أمر آخر هذا مهم. بعض الناس يقول أنا قرأت سورة الفاتحة وآية الكرسي وكذا ما شفت أثر. راجع نفسك، فتش عن ذاتك. بعض الناس الآن هو حاط خيارين، يقول لك أنا بقرأ أشوف، وإذا ما حصلت بروح لهذه المسارب والطرق الملتوية، طرق الشيطانية. هذا ما توكلت على الله حق الترك. طبيعي جدا أن الله لا يستجيب دعائك، لأن أصلا قلبك ملتفت إلى غير الله، ما عندك ذاك التعلق بالله والإيمان والثقة بربك جل وعلا. لأن الله جل وعلا ماذا قال في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي. إذا ظننت بالله أنه سيعافيك ويرفع عنك البلوى، وقلبك وقالبك كله متجه إلى الله، وتعلم بأن الأمر كله بيد الله، صدقني ينزل الدواء والشفاء وترى العافية بإذن الله. أما والله تقول والله أنا أقرأ قرآن وأنا أرقي نفسي وأروح للرقات، لكن قلبك اللي ما يعلم عنه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى حاط خيار ثاني، طبيعي جدا أنك ما. ولذلك الصبر على الابتلاءات هذه العوض الجنة بإذن الله، ولذلك الإنسان ينتبه لنفسه في مثل هذا الأمر. أيضا هذا الحديث يشير إلى أن من مقاصد الخلق الحفاظ على العرض، والعرض له مراتب، ومنها ستر العورات، ستر العورات. والنبي عليه الصلاة والسلام استجاب لها حيث إنه دعا الله تعالى لها ألا تتكشف حتى يحقق النبي عليه الصلاة والسلام لها مقصود الشرع من الستر. نعم. سأل الله عليك. قال رحمه الله: وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيضا ساقه المصنف رحمة الله عليه ليشير إلى أن الصبر يجب أن يكون في كل وضع للإنسان وفي كل حالة، وأيضا يشير إلى فيما يظهر إلى أنه يجب على العلماء وطلبة العلم، الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، أن يصبروا وأن لا ينهزموا أمام مثلا المعارضة من قبل المخالفين أو الأذية، سواء الضرر المادي أو الأذية المعنوية، وإنما يثبتوا على هذا ويصبروا. فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يسلموا من هذا، لكنهم صبروا. نوح عليه السلام يمر عليه قومه وهو يصنع الفلك فيسخرون منه ويستهزئون ويضحكون ويقهقهون، هذه أذية شديدة، هذا جرح للمشاعر وتحطيم للمعنويات، يصبر. إبراهيم عليه السلام يلقى في النار، وأشد ما على الإنسان حينما يكون أقرب الناس إليه يعاديه، أبوه يعادي إبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. جميع الأنبياء أعتقد لو أني الآن استقرأت حياة الأنبياء ما ننتهي. جميع الأنبياء ابتلوا، موسى وعيسى، وأعظم الأنبياء ابتلاء من هو؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحكي نبيا، يقول الراوي يحكي نبيا، يعني عبد الله بن مسعود وصف دقيق، يقول أنظر إليه عليه الصلاة والسلام وهو يحكي، يعني يشير إلى دقة النقل، كان دقيق عبد الله بن مسعود في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام. ضربه قومه فأدموه، أدموه يعني أخرجوا الدم، ضربوه حتى خرج الدم. طيب ما ذنبه؟ يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لي أدعوكم إلى النجاة تدعونني إلى النار، يا قومي هذا هو الخير
يا قوم يقولوا لا إله إلا الله تفلح، هذه دعوة الأنبياء. فهم لم يقبلوا دعوته ولم يقفوا عند هذا الحد، بل آذوه وضربوه حتى خرج الدم، فجعل يمسح الدم عن وجهه، يعني نزل الدم على وجهه وهو يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. لاحظ صبر هذا النبي عليه الصلاة والسلام، يصبر صبر عجيب ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. طبيعة الإنسان أمام هذا الموقف وش يسوي؟ ها؟ كل قاموس الشتائم يمكن، مفردات الشتائم الموجودة في القاموس يأتي بها، لعنكم الله، أخزاكم الله، فعل الله بكم وكذا. لا، هذا النبي لا، صبر، هذا هو الصبر، حبس النفس وزيادة، يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. الله أكبر. هذا خلق الأنبياء، كونك تعفو، ها، هذه رتبة عظيمة. الأعظم منها أنك تدعو لمن ظلمك، تدعو لمن ظلمك بالهداية، تدعو الله عز وجل أن يغفر لمن ظلمك، أن يغفر لمن اعتدى عليك. من يحسن هذه؟ ها، من يحسنها إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما آذته قريش أذية، يعني وصلت الذروة وبلغت المنتهى في التضييق والحصار والضرر والمعارضة والعنف وتصفية الحسابات مع أصحابه، وشيء شيء، أرسل الله ملك الجبال إلى النبي عليه الصلاة والسلام يستأذنه في أن يطبق عليهم الأخشبين، جبلان في مكة. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فرصة للانتقام مواتية، فرصة للانتقام من هؤلاء القوم الكافرين. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لا أستأني بهم، لا يا ربي أستأني بهم، لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد الله. الله أكبر. لعل الله أن يخرج من أصلاب من يوحد. خرج من ظهر أبي جهل من؟ أكرم بن جهل، عفوا، أكرم بن أبي جهل الصحابي الجليل الذي خاض المعارك كلها في سبيل الله. خرج من ظهر من صلب أمية، أمية صفوان بن أمية بن خلف، هذا الصنديد العنيد الكافر المجرم صفوان. خرج من ظهر الوليد بن المغيرة الذي توعده الله عز وجل بسقر خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله المسلول. ماذا نعد وماذا نترك؟ هكذا هي العاقبة. لذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا ينتقمون لأنفسهم، لا ينتقمون لأنفسهم. أجل هذا العالم وطالب العلم يتوقع أي شيء، يتوقع من يكذبه يقول كذاب أنت، يتوقع من يرد عليه، يتوقع من يؤذيه، ها، يصبر ويحتسب. لاحظ الإمام أحمد رحمة الله عليه النموذج في زمن المحنة المشهور، اقرأوا رسالة حنبل ابن أخي أحمد في المحنة، الفتنة اللي حصلت الإمام أحمد، المحنة كيف صبر صبر عظيم. قيل له لا تدرس، امتنع عن التدريس، امتنع عن رواية الحديث. قيل له لا تصلي في المسجد، قال سمعا وطاعة، صلى في بيت. أودي إذا شديد، ومع ذلك صبر واحتسب، والعاقبة إمام أهل السنة والجماعة. كل أهل الإسلام يعرفون أحمد بن حنبل، كل أهل الإسلام يدعون لأحمد بن حنبل، وجعل الله له ذكر في الآخرين، يذكر إلى يوم القيامة. هذه ثمرة الصبر. أما بعض الناس الآن والله قيل له الآن ما خلاص ممنوع تدرس، انتهت الدنيا ما تدرس، سمعا وطاعة، يصبر ما تخطب، سمعا وطاعة. يعني أنت الآن معذور أمام الله سبحانه وتعالى مسألة الدعوة، وكلما أتيحت لك فرصة الحمد لله. إذا قيلك درس، أخطب، عظ مثلا، ها، لأنك أنت في ميدان هو طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الحديث، والنووي من فقه رحمة الله عليه أنه أتى وأشار إلى هذا، يعني أراد أن يبين بأن العالم وطالب العلم السائر على طريقة الأنبياء أيضا يجب عليه أن يصبر. فطريق العلم والدعوة ليس مفروشا بالورود، فقد هناك مفاجآت، ما تتحدث، قد تضرب،
قد تجلد. ها؟ لذلك يجب على الإنسان أن يصبر. القضية مش قضية والله أنا إذا ما حدثت وما خطبت وما تكلمت أعتزل، ما في شيء اسمه اعتزال، هذا في الكورة اعتزال، أما في الدعوة ما في اعتزال، ما في إنسان يقول والله أنا ما، متى ما أتيحت لك الفرصة الحمد لله، وإذا قيل لك لا تدرس ولا تعلم سمع وطاعة، هذه طريقة السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنه. إذن هذا نوع من أنواع الصبر، يجب على الإنسان يكون مستعد لمثل هذا الأمر، الله تعالى ولي المؤمنين. نعم. صلى الله عليك. قال رحمه الله عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. متفق عليه. والوصب المرض. أبو عبد الرحمن عندكم أسئلة؟ معانا أبو عبد الرحمن أخي محمد، يمكن للحين ما دخل. طيب أقرأ الحديث الثاني أيضا يا الله عليكم شيخنا. نقرأ الأسئلة. في أسئلة عندكم؟ إيه نعم في أسئلة شيخنا، لأن الحديث هذا ما أحب أني أستعجل، إحنا في آخر الوقت، نجعل إن شاء الله للمجلس القادم بحول الله ونستمع إلى أسئلتكم المفضلة. تفضل. أحسن الله عليكم شيخنا. يقول السائل: ما حكم التسمية باسم أكرم واسم أواب؟ الحمد لله لا بأس بالتسمية بهذه الأسماء، أكرم على وزن أفعل تفضيل، يعني من باب المبالغة في بيان بأنه كريم، وكذلك أواب من الأوب والرجوع، الذي يظهر بأنه لا بأس بهذه الأسماء إلا أن تكون فيها يعني تزكية، لأن القاعدة الشرعية في باب الأسماء أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يغير الأسماء التي فيها تزكية، خاصة الأسماء الإناث اللي فيها تزكية مثل برة. أما إذا كان هذا الاسم لا يحمل تزكية وإنما يحمل معنى يحث على الكرم على الرجوع وشيء، اللي يظهر لي بأنه لا بأس. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكمه أو يقول الغضبان إذا عق والديه بسبب الغضب، هل يأثم هو ومن أغضبه أم فقط يأثم هو على ذلك؟ أولا بالنسبة لي يعني بر الوالدين هذا أصل عظيم من أصول الدين، ولذلك الله عز وجل ما يذكر حقه غالبا إلا ويذكر حق الوالدين: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وغير ذلك، يعني نصوص كثيرة. ولا يجوز للولد تحت أي ظرف أن يعق والديه، وإذا أغضباه يجب عليه أن يسلك المسالك الشرعية بدفع الغضب وضبط النفس، ولأجل هذا قال الله جل وعلا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. طيب كلمة أف تصدر متى؟ في حالة تضجر، موقف أغضبت فيه، موقف مثلا حصل من الوالدين، لا يجوز، فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ولذلك لا يجوز الإنسان أن يعامل والديه مثل ما يعامل غيرهم، بحيث والله أنا رديت عليه أو أغضبني، لا، يجب عليك أن تحبس نفسك وأن تكظم غيظك وغضبك إذا مثلا حصل استفزاز، وأن لا تغلط في حق الوالدين، وإذا حصل تستغفر الله وتتوب إليه. والواجب عليك مستقبلا أن تتعلم كيف تعالج الغضب، أولا إذا كنت قائما فتقعد، إذا كنت قاعدا تضطجع، وإذا كنت وإذا يعني ازداد الغضب تتوضأ أو تغتسل أو تترك المكان إذا كنت شديد الغضب. والأصل أنك تحبس نفسك، تدرب نفسك على مسألة الصبر على يعني ما يصدر من الوالدين من أمك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الذهاب مع العائلة للمطعم وفي هذا المطعم صوت الموسيقى مرفوع؟ الأصل أن الإنسان يتجنب هذه الأماكن التي فيها شيء من المخالفات، وإذا حصل وأنه دخل ووجد مثل هذه المعازف يطلب يعني
إسكاتها مثلا من صاحب المطعم أو المسؤول، ويعني يطلب منه بأسلوب حكمة. هذا مجرب، يحصل كثير من الناس أنه يستجيب ولله الحمد، وإن لم يستجب لا حرج عليه، لأن هذا ليس استماع وإنما هو سماع، وفرق بين الاستماع والسماع. فالاستماع هو الطلب، طلب السماع بحيث أنه يعني يركز ويطلب ويتأثر، وأما السماع لا، هو مجرد السماع. حديث ابن عمر حينما وضع النبي عليه الصلاة والسلام أصبعيه وابن عمر يستمع دليل ونص في هذه المسألة، لأن ابن عمر يسمع ولا يستمع حتى إذا انتهى الصوت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. أحسن الله إليكم. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة الإساءة إلى جناب المصطفى صلى الله عليه وسلم بالرسوم وبعض المخالفات الشرعية، وفي المقابل هناك من ينصره بالاحتفال والاحتفاء بمولده، فما التوجيه لكلا الفريقين حفظكم الله؟ أولاً بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل من خلق الله، ولذلك هو نعمة من نعم الله عز وجل من بها على البشرية جمعاء، ولذلك الله تعالى امتن به، قال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين. الأمر الثاني أن الله تعالى ختم الرسالات والنبوات بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو خاتم المرسلين، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، قال عليه الصلاة والسلام: لا نبي بعدي. الأمر الآخر أن العبادات مبنية على الإخلاص لله والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك قال بعض السلف: طريق الجنة مسدود إلا من طريق النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة أخرى بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، أوذي في حياته إيذاء شديدا فصبر، وهذه سنة يشترك فيها مع إخوانه الأنبياء وإن كان هو أشدهم تحملا، قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته لا يمكن أن يلحقه ضرر ولا أذى، ولذلك التعبير بأن الإساءة للنبي غير صحيح، هي الإساءة لأتباع النبي، إساءة لأمة النبي، جرح مشاعر يعني أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأتباعه بمثل هذه الأشياء. أما النبي عليه الصلاة والسلام فهو بين يدي الله، لذلك قال تعالى: إنا كفيناك المستهزئين، إن شانئك هو الأبتر، الله يعصمك من الناس. المسألة الأخرى، مسألة الإساءة للنبي عليه الصلاة والسلام ليست جديدة، يعني بعض الناس الآن كأنه يعتقد بأن والله وليدة اللحظة والساعة. هناك إساءة أشد، وهي الإساءة لله عز وجل، الشرك به بسبه والتعدي والعياذ بالله على الذات الإلهية، هذا أعظم من الإساءة مثل ما يعبر الآن إلى النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الشرك بالله عظيم. ولذلك هي ليست جديدة وليست وليدة اللحظة، من قديم الزمان، حتى ذكر كثير من أهل العلم بأنهم كانوا إذا استعصى عليهم حصن من الحصون أو قرية من القرى، فإذا سمعوا من يعتدي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسب النبي يفرحون، قالوا: هذا أوان النصر. لذلك هي ليست جديدة. المسألة الأخرى، طبيعي يعني أن من يعاديك يعادي دينك أنه يشتمك سواء بالعلن أو بالسر، يعني إذا كان ما أظهرها فهي موجودة في السر. من المهم جدا أن المسلمين يكون عندهم من الذكاء والحكمة والفطنة ما يفوتون الفرصة فيها على الأعداء، لأنه يعني واضح بأن يعني مثل هذه الأشياء إنما يراد من ورائها شيء، يعني ما هكذا تظهر وتولد. فلذلك من الذكاء والفطنة أن يفوت الفرصة على الأعداء للنيل من الإسلام والمسلمين. أمر آخر، أن مثل هذا لما يصدر من غير المسلمين، الذي المآلات هو أن يكون عند المسلمين هذا المتقرر عقلا وواقعا وشرعا أيضا، أن يكون مثل هذه الاستفزازات تجعل المسلمين أكثر تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، غيره، هناك غيره، لأنه سبحان الله محبة النبي عليه الصلاة والسلام متربعة على عرش قلب كل مسلم، سواء كان إيمانه كإيمان أبي بكر أو إيمانه كأقل مسلم من المسلمين، سبحان الله العظيم. ولذلك تجد الآن بعض المسلمين من أصحاب الكبائر
من أصحاب المعاصي، لكن فيه شيء في قلبه وصدره تربع محبة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا شيء سبحان الله عجيب، آية من آيات الله، ما يرضى أبدا، ما يرضى. ولذلك هذا أمر يدعونا إلى فعلا نلتصق أكثر بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونجتمع أكثر حول هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الواقع هو يمثل محور حياة كل مسلم من المسلمين، وهذا شيء طبيعي. ما يمر يوم من أيام المسلم إلا وله الالتصاق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون الأذان، وش فيه الأذان؟ أشهد أن محمد رسول الله. طيب الإقامة، أشهد أن محمد رسول الله. طيب الصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي. لما نطلع من البيت نقول أذكار، من وين؟ من النبي عليه الصلاة. لما ندخل أذكار من النبي صلى الله عليه وسلم. لما نجي نأكل بسم الله، من وين؟ من النبي عليه الصلاة. طيب لما يجي صوم رمضان شلون نصوم؟ من النبي. زكي من النبي، يعني قصدي على هدي النبي. نحج على هدي النبي، خذوا عني مناسككم. لما يجي الواحد يلبس الثوب يدخل يديه اليمنى، من وين جبناه؟ من النبي. لما نجي ننام نضعه على جنب، من وين؟ من النبي. لما نجي نتحدث الحمد لله، والصلاة حياتنا كلها قائمة بالمحورها هو النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يجعلنا أكثر لحمة وأكثر اتفاق واجتماع. بينما من يستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله، سنة الله الكونية هو الانقسام والاختلاف بينهم، لأن هناك عقل. الله عز وجل امتدح أهل الكتاب، قال ليسوا سواء، يعني أهل ليسوا أمة، يعني كلهم شرقا، ليسوا سواء، منهم أمة قائمة، منهم أمة مقتصدة، ومن أهل من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. فهنا يبرز الصوت العاقل بينهم، ثم يبدأ الانقسام، يبدأ الردود بينهم. لماذا؟ لأن هناك من هو متجرد، ولذلك يعني يجب علينا أن نفوت الفرصة على الأعداء وأن نكون أقرب، لأن السنة سبحان الله تجمع. هي إذا أردت فعلا أن تجمع المسلمين يكون أكثر اتحاد وقوة، ادعوهم إلى السنة. كلما دعوتهم إلى السنة اجتمعوا، وافتراقهم على قدر بعدهم من السنة، سبحان الله العظيم. تأمل هذا. ولذلك الفترة الذهبية ما هي؟ فترة النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين. فكلما نقلت الناس إلى هدي النبي وسنة النبي، سواء في المسائل العلمية والعملية، في الأصول والفروع، اجتمع، حصل اجتماع واتلاف وتقارب. فهذا الذي يعني ينبغي لنا أن نكون على مستوى الأحداث وعلى وعي كبير، وأن نحرص على الاقتراب من هدي النبي وسنة، وفرصة أيضا للدعوة، بعيد عن العنف، بعيد عن العنتريات، بعيد عن الأخطاء التي ربما يتمناها العدو. طبيعة العدو يحاول يجرك إلى حلبة الصراع، خاصة يعني موجودين هناك في بلاد الغرب، حتى يقضى عليهم، أو مثلا والله يشوه صورة الإسلام. وهذا يجب أن يكون المسلم ذكي، يفوت مثل هذه الأشياء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز ترك إنكار بعض الأمور في بداية دعوة الناس كالدخان والإسبال وسماع الموسيقى من أجل التأليف لهم ثم تنبيههم عليها فيما بعد؟ من أهم يعني ما ينبغي على الداعية وطالب العلم معرفة الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل، معرفة الأولويات. ولذلك أنت لما تدعو غير المسلم تدعو إلى ماذا؟ إلى ترك شرب الخمر والزنا وشرب الدخان أو شيء، ولا تدعو إلى لا إله إلا الله؟ تدعو إلى لا إله إلا الله، تدعو إلى الإسلام، إلى كلمة لا إله إلا الله. كذلك الدعوة بين المسلمين، شخص ما يصلي تقول لا تدخن مثلا، لا، ابدأ معه في الصلاة، إنه غير تارك للصلاة. شخص مثلا عنده منكرات عظيمة، تبدأ بهذا. شخص مثلا عنده مشكلة في العقيدة، تبدأ معه بمثل هذا الطريق. ولذلك من الفقه، فقه الدعوة إلى الله عز وجل، معرفة الأولويات في الدعوة إلى الله عز وجل، كيف ترتب دعوتك، كيف ترتب دعوتك. طبعا من الأشياء المضحكة أن بعض الناس إذا دعا إنسان غير مسلم للإسلام يقول له، أول ما يقول له ترى بنختنك، لازم ختان،
هذه دعوة، هذا تنفير، هذه ما يبدعوة. لذلك ما في يعني هذه ليست لها علاقة، شيء فرق. يعني الآن لو جاءك شخص مثلا قال لك والله أنا أريد الإسلام لكن أنا ما بترك الخمر، تقول له لا تدخل، لا أدخل الإسلام وخلي يشرب الخمر. وسيأتي اليوم إذا تمكن الإيمان من قلبه هو الذي يترك الخمر. فهنا هذه مسألة معرفة التراتيب والأولويات في مسألة الدعوة إلى الله، حتى في إنكار المنكر، يعني معرفة شر الشرين وخير الخيرين، هذه مسألة من الفقه في الدعوة إلى الله عز وجل. أحسن الله إليكم. يقول السائل أو تقول السائلة: ما حكم قبول الخاطب الذي لا يصلي صلاة الجماعة؟ الحمد لله لا بأس، إذا كان يصلي الصلوات الخمس في أوقاتها لا بأس بقبوله، وتدعوه بعد ذلك إلى أن يلتزم صلاة الجماعة. أهم شيء أن يكون يصلي، هذا أهم شيء. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بعلمكم. انتهت الأسئلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.